يسعد مساكم بكل الخير والحب والفرح مشاهدينا، عم نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج دامسكو عبر شاشة العالم سوريا، وأكيد كل التحيات من كادر العمل لكم. يسعد وقتك فرح ويسعد وقت السادة المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. حلقتنا اليوم رح تكون مميزة جدا، يعني فيها مواضيع اجتماعية ومبادرات شبابية أيضا رح نتعرف عليها سوا، منتابع. مشروع أثر التنموي في شهر التوعية لمتلازمة داون. مسرحية فوضى من جديد على مسرح الحمراء بدمشق. كيف تبني علاقات اجتماعية ناجحة في حياتك العملية؟ رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يعني شيء كتير مهم طبعاً. ودائما هي الرسالة السامية يلي لها أبعاد إنسانية نبيلة وشريفة وأيضا تعتبر أحد المعايير الرئيسية والمهمة يلي بتقيس من خلالها مدى تطور يعني وتقدم العالم صحيح. البلد بلدان صحيح. العالم 100% فرح. وقضية الإعاقة بشكل عام يعني هي من القضايا اللي عم تحظى باهتمام كبير في الدول المتقدمة صحيح. أما على الصعيد المحلي بالفترة الأخيرة كمان شفنا في مبادرات وأيضا شفنا في اهتمام بهي الفئة من المجتمع لتحسين حالة هدول الأشخاص وتطوير حياتهم. أكيد، ونحن من منبرنا مندعم ومنساعد ومنساهم أيضا ومنقدم يد العون لكل مؤسسة، لكل المراكز، لكل الجمعيات يلي عم تقدم الرعاية لأصحاب ذوي الهمم. واليوم عنا مبادرة إبراهيم اللي حنضوي عليها، هي تقريبا خلينا نقول أقامتها سلسلة المراكز الاحترافية بالتعاون مع مشروع أثر التنموي وجمعية صندوق الرجاء التنموية، وأكيد أكيد في كان مشاركة للعديد من الجمعيات المختصة بهذا المجال. فعلا هي المبادرة كتير مهمة فرح، لأنها يعني بتخلي الواحد بتشكل الوعي التوعية الصحية والمجتمعية لهدول الأشخاص تجاه أصحاب متلازمة داون. اليوم حيكون معنا السيد عقاب نصر الحلبي منسق أعمال مشروع أثر التنموي لنحكي أكثر عن هي الفعالية وعن دور أيضا وجهود المبذولة باتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عقاب، نورتنا. ورح نحكي كتير بخصوص هذا الموضوع، بخصوص المبادرة وبخصوص يعني نشاطاتكم الخاصة بمتلازمة داون، بس خلينا هلأ نشوف مع المشاهدين دقائق نروح فيها لمركز العدوي يلي صارت فيه مبادرة الوعي التربوي والدعم الاجتماعي. بمناسبة شهر التوعية لمتلازمة داون، قدمت سلسلة المراكز الاحترافية بالتعاون مع صندوق الرجاء التنموية ومشروع أثر التنموي بدمشق مبادرة الوعي التربوي والدعم المجتمعي لأطفال متلازمة داون بالمركز الثقافي العربي بالعدوي. المحاضرة رح تكون قصيرة مانا طويلة، ولكن لنعرف الأشخاص شو هي متلازمة داون، كيف الطفل وهو أمه حامل فيه بيصاب بمتلازمة داون، كيف بتم التشخيص لمتلازمة داون، شو هي الأعراض الجسمية الصحية والنفسية تمام والحركية اللي بيقدر اللي نحن بنقدر نعالجها لطفل الداون، أهم البرامج العلاجية اللي نشتغل فيها مع أطفال الداون والتدخل المبكر وأثره. فقدمت الأستاذة رنا غندور محاضرة تناولت فيها التعريف عن متلازمة داون بشكل طبي بالمشاركة مع العديد من الجمعيات اللي كانوا متواجدين، وألقوا كلمات لتحفيز ودعم أهالي المصابين ودعوة المجتمع للتكاتف من أجل النهوض بالواقع الصحي والمجتمعي والتعليمي لأصحاب متلازمة الحب. كنت فرحانة فيه كثير كثير، وإحنا أولينا اهتمام من ولد من أول ما ولدته، وأخبروني أنه متلازم الداون أوليته كل جهدي. طبعاً المعنويات يلي بيقووها للأهالي، الاطلاع على أنه الحمد لله البلد بخير والمراكز كل ما لها عم بتزيد، المعلومات الطبية طبعاً هي كثير قوية، وخصة للي بيتابع بيلاقي أنه ممكن تزيد من معلوماته. وقدم الأستاذ عقاب نصر الحلبي منسق أعمال مشروع أثر التنموي كلمة للتعريف عن المبادرة والبرامج والفعاليات المتنوعة اللي بتعنى بالطفولة والأمومة.
يعني بالفعل شيء كتير مهم ورائع وحلو انه نشوف هاي الجمعيات كلياتها متكاتفه ومتعاونه ومتساعده فيما بينها مشان تقدم العون والمساعده والدعم لهدول الاشخاص وايضا لاهاليهم يلي هن لهم عامل اساسي كمان بحياتهم. اكيد طبعا. وهلا رح نعرف من الاستاذ عقاب تفاصيل اكثر. استاذ عقاب، بدي اسالك بالبدايه شو هو دور مشروع اثر التنموي بهذا الموضوع؟ يسعد اوقاتكم. جديد بفعاليتنا مبارح بمركز الثقافي العدوي تناولت عدة محاور، لكن تركز بشكل مباشر على فئة متلازمة محبة، متلازمة الداون. صحيح. حسب تسميتها. كانت مجموعة تكاتف مجموعة عديدة من المراكز سواء بدمشق أو بحمص بإشراف سلسلة المراكز الاحترافية، بالإضافة لتعاون مجموعة من الجمعيات كتار، كانوا لا يقارب الخمس لست جمعيات يعنوا بهيدا المجال. كل حدا حاول يقدم ويعرف شو عنده وشو عم بيقدم لهي الفئة تحديدا. قلما نشوف أشخاص فاعلين موجودين معنا، لكن شفنا نماذج حية بالتقرير اللي عرضته حضراتكم. قديش في عنا أطفال مساعدين، أو فينا نقول هن قادرين يكونوا أساس، يكونوا عنصر فعال بالمجتمع بغض النظر عن ممكن بيتسموا ذوي إعاقة، يسموا ذوي احتياجات خاصة بغض النظر عن هاي التسميات. ما فيني أقول عنه ذوي إعاقة بما أنه هو شخص فعال مثلي مثله، لكن فرق كروموزوم واحد فهو ما. أنت حضرتك مو مع تسمية ذوي الاحتياجات أبداً. الخاصة خلينا نقول نستبدلها، لو بتقترح لنا شيء اسم هيك نستبدلها فيه. يقال بذوي الهمم، يقال بذوي القدرات الخارقة. فينا نقول نحن كل شخص منا ذو احتياجات خاصة. صحيح. بس نحن نكبت ما منعبر. يعني احنا عنا وعي وادراك ان احنا نكبت هذا الشيء. ممكن شيء نفسي، حاجه نفسيه، مش شرط تكون حاجه جسديه. اكيد مو بالضروري يكون هي حاجه جسديه ظاهره، لكن هدول الاطفال عندهم حاجات معينه هن بيظهروها، لانه هن ورقه بيضاء بيقدروا يعبروا بكل شيء بيقدروا فيه. كيف نحن بنقدر نقدم لهم الخدمات المناسبه لاطفال يكونوا فاعلين؟ رح نركز على شيء مهم واساسي، مرحلة التدخل المبكر للطفل هي من قبل 4 أو 5 سنوات. يعني 4 أو 5 سنوات الأولى هي المهارات الأساسية بتكوين أي شخص، أي إنسان. نحن هنا بنحكي عن فئة متلازمة. تماماً. فكيف أنا بدي أقدر استفاد ووظف هيدا الطفل خليه يكون أساسي فعال؟ كيف بدي أقدر أنا خلينا نقول يرافق أبناء جيله ويندمج، إذا رح نقول بمدارس حكومية بمدارس دولة، ليقدر يواكب تطورات المجتمع. رح نبلش بالمرحلة الأولى بأي، طبعاً هاي الخدمات اللي ممكن يقدمها أي مركز كان. بالمرحلة الأولى بيبدأ بمرحلة التقييم لهيدا الطفل. أعرف هو لأي مرحلة واصل، شو الخدمات المناسبة لإله. فبنبدأ دائماً بمهارات التنمية الفكرية يلي هي بتفيده للطفل لتكوين سواء بالأسرة بالمجتمع، المعارف والأساس، خطوط الأولى اللي ممكن يخطها. بهي المرحلة بتاخذ معي فترة ما أنا بسيطة أبداً، بدها مرحلة كتير طويلة. أكيد. لكن نجي بيسألوا الأهل إنه أنا في عندي تحصيل أكاديمي، في تحصيل أكاديمي وعندي نماذج عالية وموجودة سواء بسوريا أو حول العالم، موجودة نماذج من متلازمة الداون وصلوا لتحصيل عالي. أكيد. بالجامعة حتى. لكن هون بيكمن السر إنه أنت كيف تدعمه، كيف بدنا نبلش فيه. ممكن يجينا أطفال بأعمار 12 13 14، يا ترى بيقدروا يوصلوا، بيوصلوا لمراحل معينة، لكن مو نفس الاتجاه اللي رح نبلش فيه مع أطفال متلازمة داون بأعمار صغيرة 3 أو 4 سنوات. كيف أنا بدي بلش معهم؟ ممكن أول فترة يخلصوا من مرحلة التنمية، رح نقول مرحلة الإدراك، التواصل البصري، النطق. بالغالب بالغالب معظم أطفال الداون فبيكون عندهم مشاكل بالنطق، فبنحاول نحن خلال جلسات وخطط علاجية أكيد بنشتغل فيها، وأيضاً التخاطب لحتى يعرف أنا ممكن إذا بدي أسأله أشعر أنه هو طفل طبيعي مثلي مثله. صحيح. أشعر بدمجه بالمجتمع. كيف أنا بدي بلش أنا وياه؟ يعني من كل النواحي. أكيد لازم يكون متكاتف. لهي الخطوات من مشروع أثر التنموي انه انتم بتعملوها تجاه اشخاص متلازمه الداون. طب خلينا نقول انه كمان الاشخاص في توحد، في قصور عقلي بيسموه، تماما، خلينا نشوف جهودكم تجاه هدول الاشخاص، شو كيف عم تكون؟ تمام. رح نقول في برامج مخصصه، ما فيني انا احط برامج معينه لكل الفئات سواء، كل فئه هي خاصه بحد ذاتها. صحيح. وداخل كل فئه عندي انواع. أكيد. جدا. اذا رح نحكي عن اطفال التوحد وصعوبات التعلم تختلف
تختلف الجوانب اللي رح نركز فيها عن صعوبات التعلم. كصعوبات التعلم كان نركز على الجانب الأكاديمي أكثر، نبلش فيه من صعوبات القراءة، مهارات القراءة، مهارات الحساب والكتابة. بينما عند متلازمة عند التوحد نلاقي حالنا احنا بنبلش بشيء اكثر، هو التأهيل المجتمعي بالمرحله الاولى، لانه هو بيكون يمكن خالص من صعوبات النطق وصعوبات التعلم. طفل التوحد ايه؟ لا بيكون عنده ايضا صعوبات في هذا المجال، وقد يكون طفل غير ناطق، حتى غير ناطق توحدي غير ناطق، هون لسه الصعوبه اكثر. كمان بنرجع لنفس الفكره الاساسيه اللي هي عند الفئات الخاصه كلياتها، التأهيل او التدخل المبكر حتما تتم عن طريق المراكز الاجتماعيه اللي بتقدم هاي الخدمات. طب قديش نسبة يعني نجاح انه يكون الطفل فعال عن جد وهيك اجتماعي بالنسبة لأطفال التوحد؟ إذا احنا لحقناهم من عمر مبكر، فينا نقول أول ما نعرف تقريبا بيكون عمره سنتين، تقريبا من السنتين لثلاث سنوات تبدأ علامات مؤشرات بالتوحد، لكن ما فينا نجزم لبعد الثلاث سنوات. طب قديش نسبة نجاح هذا الشيء عن جد إذا الأهل تابعوه وراقبوه من البداية؟ هلا هذا الشيء بده يكون في وعي عند الاسره، وهذا الشيء بنحاول نحن نعطي فيه ورشات توعويه دائمه بهذا المجال لنوعي ونضوي على بعض هي المؤشرات اللي تكون عند الطفل. ومع هيك لازم نركز على انه مو بالضروري يكون اذا عندي مؤشر واحد يكون طفلي توحدي. الشيء رح نركز عليه هو هون عند هدول الاطفال ما بعد فيما بعد التدخل المبكر، بدنا نبلش معهم مرحله مهارات التنميه الفكريه، مهارات شخصيه، تاهيل منزلي الى ما هنالك، حسب برامج وخطط علاجيه تترافق مع حميات غذائيه تناسب الطفل. مو بمعنى حميات غذائيه للطول والقصر والسمنه، لا هي بتساعد بعمليه الاكتساب اكثر. صحيح. بتساعد بتحفيز العضلات على النطق اكثر، تحسين الوضع العام للطفل، الاداء الفكري فينا نقول تماما كمان. اكيد بهيدا المجالات كلها حتى بالجانب الاجتماعي. كيف بدي اقدر اوصل عليها؟ دائما بنلاحظ لا يقل عن سنتين عندي مرحله علاجيه بنسميها وليس مرحله تدريبيه. تمام. لانه يترافق عندي البرنامج العلاجي مع الحميه الغذائيه المناسبه لاداء الطفل وتحسنه حسب اشراف مختصين. بدي وجه لها تحيه من اخصائيتنا ميسم الحصريه المتوفره دائما معنا ومتواجده بهيدا المجال، اللي عم نحصل على نتائج عاليه جدا. تم تخريج بفتره الصيف طفلين توحد تفككي ودمجهم بالروضات وبمرحلة تماما، وعندنا هلا بشهر 12 عندنا ما يقارب 8 اطفال ايضا رح يتم تخريجهم ودمجهم بالمجتمع من اطفال توحد وصعوبات التعلم واضطرابات النطق. هي الجهود اللي بتشوفيها اليوم هي ما لنا انجازات عاديه ولا ماديه، الكم الفرحه الكبيره اللي بيكون عند الاهل عند الطفل لا توصف. أكيد طبعاً عم تعيدوا حياة لشخص كان كان فقد الأمل بالحياة بالأساس. طيب أستاذ يعني عقاب بدي أسألك على موضوع الإعاقة الجسدية، شو كمان نشاطاتكم بهذا الموضوع؟ كإعاقات جسدية أحيانا بيكون في عندي، طبعا رح نحكي إذا كان في عندي إعاقات شديدة في إلى مراكز مختصة فيها مثل جمعية الشلل الدماغي، كانوا متواجدين معنا مبارح كشريك بالفعالية. لكن ما فينا نقول إذا كان عندي بعض المتلازمات اللي نحن ما بنقدر نقدم لها، فأنا ما فيني ما بفتح مركزي لأي إعاقة ممكن تكون. نأخذ الإعاقات اللي تخص فقط التوحد، صعوبات التعلم والداون وما شابه، رح نقول متوسطة إلى خفيفة أو العكس. الشديدة إلى حد ما ما فينا نقول ما بنقدر نوصل للمرحلة العلاج أو النتائج المطلوبة أو المرجوة. يعني فينا نقول ممكن نحصل على علاج فيزيائي، على تأهيل اجتماعي، دمج اجتماعي إلى ما هنالك لهيدا الطفل او هيدا الشخص، لكن بده متابعه قويه بالعنصر الاساسي الاهل ليكون فيه. تمام. هلا سؤالي لك هو، هل انتم بتحاولوا تغيروا نظره المجتمع تجاه هدول الاشخاص؟ يعني شو نشاطاتكم بخصوص هذا الموضوع؟ لما بدنا بدي اقول غير نظره مجتمع، فانا بدي اكرز على فكره هدول الاطفال عم يندمجوا برا، عم تشوفهم العالم. فاول خطوه بدي ركز عليها، في كثير عالم بيخجلوا باولادهم بيخجلوا بأولادهم. صحيح. أو حتى ممكن أنا صديق لإلي ما بعرف إنه في عنده أخ ابن بهذا الشيء، سبب هو بيخجل فيه. هذا الطفل لما أنا بدي يكون مؤمن فيه لأقدر عالجه وطالعه من هيدي الحالة اللي هو فيها ليقدر يكون إلى حد ما أقرب إلى الطبيعي. حنقول ما فيني أقول طبيعي لأنه في حدسرا دائما في عندي انتكاسات حتصير معه على مدى الحياة. لكن طفلي الشيء اللي بدي أقدم له إياه هو دمجه اجتماعيا. خلال الفترة الصيفية كان عندنا نوادي صيفية رح نسميها أو خطوات دمج اجتماعي لهدول الاطفال. حلو كتير. كنا نشوفهم نحن بمسابح مختلطين مع اطفال طبيعيين، كنا نشوفهم بالحدائق العامه، دخلوا للجامعات معنا، كانوا يدخلوا ايضا على الاماكن الاثريه بالاسواق الى ما هنالك، تطبيق عملي ما داخل المركز والمنزل الحياه بالشوفي. يعني هي خطوه كثير مهمه، يعني بتخلي المجتمع يالف وجودا بيناتنا وبين اولادنا، يعني
هنن بينبسطوا ونحن كمان نتعود عليهم. نتعود على وجودهم طبعاً، وهن بينبسطوا بيتعودوا أيضاً على المجتمع، وبيخلي الأهالي مثل ما ذكر الأستاذ عقاب إنه ما يخجلوا بهدول الأطفال، بالعكس يعني يخلون يفتخروا فيهم إنه هنن عم يقدروا إنه يقدمون للمجتمع. شكرا كثير لك استاذ عقاب. شكرا لكم. شكرا كثير لك، وان شاء الله موفقين بكل شيء عم تعملوه، وايضا نحن اي مبادره اي فعاليه بدنا نكون اول العالم لحتى نغطيها. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. في اعمال مسرحيه مشاهدينا تم عرضها من سنوات، وايضا حلو كثير انه نرجع نستذكرها وتنعرض من جديد باشخاص جداد، ممثلين جداد، وايضا بحقبه زمنيه معينه، لانه ايضا هي المسرحيات او هي الاعمال الفنيه بتكون عم تعكس شيء من المجتمع كثير مهم. أكيد. ولازم انه يتم الاضاءه عليه. فرح، ومن هي الاعمال ابراهيم شهدنا النسخه الاولى من مسرحيه فوضى، وهلا حاليا عم نشهد بالشام النسخة الثانية من مسرحية الفوضى على خشبة مسرح الحمرة. يعني فعلا كان فينا نقول أداء مبهر بالنسخة الأولى، هلا أكيد بإشراف المخرج رائد رح نشوف كمان أداء مبهر أكثر. خلينا نشوف سوا هالريبورتاج. أعادت مديرية المسارح والموسيقى بسوريا عرض مسرحية بعنوان فوضى، يلي تقدمت قبل 14 سنة من تأليف وإخراج عبد المنعم عمايري. أما النسخة الجديدة من العمل حمل التوقيع المخرج رائد مشرف وتأليف عمايري. فوضى نص مغري كتبه عبد المنعم بال 2005 وقدم في ذاك الوقت. نص كتير حرضني أنه أنا ساوي مع ست فتيات جديدات ممثلات، في منهم لهم تجربة على الخشبة وفي منهم أول مرة بيطلعوا الخشبة. النص مغري بيحاكي مشكلة المرأة بالعموم، من خلال ست شخصيات، ست نساء، كل بنت أو كل مرأة موجودة كانت على الخشبة كانت إلى قصتها وإلى حكايتها وإلى مشاكلها. يعني بالعموم هو محاكاة لمشاكل المرأة اليوم. كان عندنا مسؤولية كتير كبيرة إنه نكون على الأقل بمستوى يلي نعرضت فيه، لأنه كان مستواها كبير كتير من الأداء التمثيلي للإخراج للكل. شارك بتقديم هالعمل المسرحي مجموعة شابات سوريات جديدات على المسرح، وتناولت أحداث العمل حالات عديدة لأوجاع المرأة. شخصية مركبة لأنه بتعاني من مرض اللي هو الفصام، حالة نفسية بتتخيل كل الشغلات أنه بيشبهوا أبوها، كل العالم يلي بتشوفه مع أنه ما بيشبهوا بس إنه يعني بنظرة بيشبهوا. عايشة تناقض بين أنه هي حاسة بتوتر وبخوف، بس هي عم تقنع حالها وعم تقنع الحوالية أنه هي ما بتخاف. شخصيتي مركبة، بتكون خسرانة زوجها قبل بيوم من عرسهم طبعاً، وبقى بتدخل بحالات نفسية وكذا، بتقعد تحكي وبتروي القصة كيف صارت وكيف كانت وهيك. هي البنت اللي بتكون عايشة مع زوج أمها وبيصير في نوع من التحرش هي وصغيرة، فبيهر شعرها من الصدمة. بس تكبر بتصير عندها حالة عكسية، بتصير هي بدها تتحرر وبدها تطلع وبدها ترقص وبدها تجن وبدها، بس ترجع بعدين لأصلها أنه لا، أنا خديجة اللي عمري 17 سنة البريئة المنيحة وحضل هيك. البنت المسحورة اللي كانوا أهلها دائما يعملوا لها سحر ليجي العريس، ووقت إجا العريس أثر عليها هذا السحر من الناحية السلبية، فصارت تتخيل أشياء مانا على أرض الواقع، وهذا الشيء أثر عليها كشخصية وأثر عليها كالرجل اللي كان بدها تتزوجه وتوفى. دوري عن وحدة يعني حبت ووثقت بشخص حبته كتير كتير، بس ولكن هذا الشخص غدر فيها وعدى وعود كاذبة وهرب، فهي عندها عقدة من شيء اسمه حقل الدرب، فهربت تدور عليه وعلى أهلها اللي عم يدوروا عليها. يعني هلا هي دورها خرسة ما بتحكي، بس مصدومة، فآخر شيء بتحكي هو نفس الفكرة اللي هو كاتبة تماما، بس الفرق انه هي كتير بتشبهها، انه انا قلت الشيء اللي انا صار معي مو أكثر. تخلل الحضور مجموعة من الفنانين السوريين اللي أبدوا اهتمامهم بالمسرح السوري والأعمال المسرحية.
أسوأ أنه إحنا نكون يعني متواجدين بالصالة بهي التجربة، وخاصة أنه هي تجربة حققت نجاح بمهرجان المسرح الجامعي وحصلت الجائزة الأولى أو العرض الأول بهذا المهرجان، فبس واحد يشوف شو عاملين ويا هيك. مسرحية فوضى نص للأستاذ عبد المنعم عمايري، طبعاً إحنا شايفينها من قبل سابقاً بالعروض القديمة، من النصوص اللي كتير مهمة والكتير خلينا نقول نحن بالدرجة الأولى في مشكلة بالنص عنا، هو من النصوص اللي كتير كانت مهمة وفي مجال لأنه ينشغل عليه بشكل دائم، يعني كان حتى لو زمنياً رحت بأي وقت أنت بترجعي بتشتغلي عليه. إبراهيم، العمل أكيد حاصل على جائزة أفضل عمل متكامل بمهرجان المسرح الجامعي 26 بحلب. كلامك مزبوط، لأنه المسرحية عرضت بحلب أول شيء، بعدين انعرضت باللاذقية، واختتم عرضها على مسرح الحمرة بدمشق. والشيء اللي لفتني واللي بيميز هاي المسرحية أنه الممثلين فيها كانوا من فئة الشباب وأيضا من ممثلي الدوبلاج، يلي هو يعني معروف قديش بده إحساس عالي لحتى صحيح. يوصل الحدث بدون ما نحن نشوف هذا الممثل، هذا أكثر شيء حبيته يعني. صحيح، وهن يعني اللي بيقدموا دوبلاج هن يعني أكتر حدا بيقدر يقدم الإحساس، لأنه دائما بيكونوا معتمدين على الصوت تماما. بإظهار الإحساس أكتر من الصورة 100%. أما هلأ إبراهيم صارت معنا صبا اللي كلياتنا ناطرين أخبارها المنوعة. كيفك؟ مشتاقة لك فرح، أنت كيفك؟ كيف أيامك؟ أهلا وسهلا فيك صبا، ناطرينك على أحرق من الجمر مثل ما بيقولوا مشان نسمع أخبارك. أخباري اليوم حتكون عن الأكتر والأول، وحابدا فورا بدي اسالكم شو عندكم افكار عن النرجسيه، يعني الشخص النرجسي شو بتكون صفاته؟ النرجسي هو شخص بحب ذاته ودائما بفضل مصلحته على مصلحه الاخرين. تمام، وانا بعرفه انه كثير بيكون معتز بنفسه وعنده شويه انانيه. صح، الفكره انه انا حضيف للي انتم قلتوه انه عنده احساس كاذب بالعظمه، يعني بحس انه هو كثير مهم ويمكن هذا الشيء ما يكون مبرر، اضافه لانه ما كثير بيخجل من الناس الثانيين ولا حتى كثير بيتعاطف معهم. لكن بيخطر لكم انه هدول الاشخاص النرجسيين هن ممكن تكون في عندهم صفات ايجابيه او حتى يكونوا الاكثر سعاده والاكثر نجاحا. للحقيقه انه هذا الشيء اللي افادتنا في دراسه صارت تحديدا بجامعه كوينز بلفاست على يد مجموعه من علماء النفس، ومن ضمنهم كوستاس بابا جورجيو، يلي عم بيقولوا انه النرجسيه حتى لها انواع. يعني النرجسي ممكن يكون شخص يلي هو كتير معتد بحاله وشايف انه هو افضل من الاخرين، يعني ممكن ما في مبرر منطقي لهذا الشيء، وبنفس الوقت في نرجسيين لا بيكون عندهم ضعف، يعني فبيحسوا انه هن كتير مستهدفين من الناس الثانيين، وهذا الشيء بخليهم يعني شوي بحاله دفاع عن النفس دائما. لكن الفكرة أنه هدول الأشخاص النرجسيين لأنه هن عندهم هاي الثقة العالية بحالهم ممكن يكونوا مركزين أكتر بعملهم وبالتالي نجاحهم أكبر، يعني العقل عندهم هن مركزين على أهميته وعلى قيمته بشخصيتهم. إضافة لشي تاني أنه هن يعني ممكن يكونوا أكتر سعادة حتى لو هن خلوا الأشخاص اللي حواليهم يعصبوا منهم أو يتضايقوا من سلوكهم ومن أسلوبهم. فهي الدراسة بكل بساطة عم بتحاول تقول انه نحن النرجسية الشائع عنا انها هي صفة ضارة اجتماعيا، ليش نحن ما بنستثمر الاشياء الايجابية يلي فيها، وبالوقت نفسه السلبيات بنحاول انه نحدها او نقلل منها. يعني ما بعرف هلا لو ما النرجسية بترجع بشكل ايجابي على الشخص اساسا كان تخلى عن هي الصفة، لانه دائما مساعدة الاخرين وانه تكون انت مالك نرجسي بيطلب منك جهد وطاقة. صح، يعني ممكن يحس الشخص انه انا بشكل عم تأثر علي بشكل سلبي، فمشان هيك النرجسية هي وصلت الدراسة انه هي ايجابية على الاشخاص. واكثر الناس بحبوا انهم يكونوا مرتاحين ومبسوطين مثل ما ذكرت يا صبا، مثل ما قالت الدراسة، ولكن مو على حساب الناس الاخرين، يعني مثل ما بيقولوا تبدا حريتك حيث تنتهي حرية الآخرين، فما بيصير يعني أنه يكون على حساب الآخرين. يعني إبراهيم بالآخر هو التوازن بين الشيء الإيجابي لشخصية الإنسان وبنفس الوقت كيف ممكن يخدم المجتمع ويسعد يلي حواليه. أما بالخبر الثاني رح أحكي لكم كمان عن الأكثر، لكن هالمرة هن لاعبين كرة القدم. بشكل عام نحن تعودنا أنه الرياضة هي الشيء اللي بيوقينا من الأمراض وبيبعدنا عن الأمراض. لكن بالنسبة لحالة الأمراض العصبية يبدو الموضوع مختلف شوي، لأنه بأحدث الدراسات يلي أجريت على لاعبين كرة القدم خاصة على أسباب وفياتهم، فلقيوا أنه في كتير منهم عانوا من اضطرابات عصبية، خاصة لأنه هن يعني عندهم دائما حركة ضرب الطابة بالرأس، فهذا الشيء عم يزيد من مجموعة من الاضطرابات العصبية اللي هن ممكن يعانوا منها. يعني مثلا بدي أقول لكم حسب رأي استشاري الأمراد العصبية اللي هو ويلي ستيوارت،
مثلا عم يقول انه الزهايمر عم يزيد بمعدل 5 أضعاف، بينما الشلل الرعاشي او باركنسون عم يزيد تقريبا بمعدل الضعفين عند لاعبين كره القدم. ولحتى بدات هي الدراسه وهذا المشروع يعني كان في سبب ومبرر لها، يلي هو وفاه احد لاعبي كره القدم ويلي اسمه شوي صعب اسمه جيف أستيل وفريقه ويست بروميتش. الفريق صعب انجليزي تماما. هو توفى بسبب اصابته بالزهايمر، فهذا الشيء خلى عائلته تطلب البحث، يعني تطلب من اتحاد كره القدم انه يبحث عن السبب يلي خلى احد افراد هالعائله انه هو يعني اكيد يفارق الحياه. فدعموا كتير ووجهوا كتير، حتى كتير عملوا إشكاليات لما البحث مثلا أنه ما هلأ حيبدأ، ممكن يتأخر شوي، لحتى تم التوصل لهالنتائج يلي همت كتير الأشخاص العاملين بمجال الاتحاد الرياضي. صحيح. سواء كان رئيسه بإنجلترا أو حتى بسكوتلندا، يلي قالوا أنه نحن بحاجة لتفاصيل أكتر وبحث أكتر بهالمجال، لأنه هذا الأمر بهمنا كتير لحتى نحاول نحد منه. يعني حتى واحدة من الاقتراحات وأنا عم بعمل يعني سيرش على الموضوع أنه ممكن يكون وزن كرة القدم المستخدمة باللعبة أخف. هلا بالنسبة لكرة القدم، قديش هي اللعبة الشعبية الأكثر في العالم، وقديش بتستقطب ملايين البشر حول العالم، وأيضا قديش بتساهم باقتصاد بعض الدول مثل إسبانيا، فريقي برشلونة وريال مدريد، ولكن هي من أخطر اللعبات في العالم. أنا مرة شفت فيديو عن إصابات كرة القدم، فإصابات ممكن إذا الواحد خايض حروب ما ينصاب هي الإصابات، فهي فعلا خطيرة. وكمان تأكيدا لكلامك صبا، موضوع الأعصاب، بيضل لاعب كرة القدم بحالة متوترة أنه ما بدي استقبل هدف، كيف بدي سجل جول، كيف بدي أرضي الجماهير الملايين. حتى يمكن الحركة المفاجئة أثناء تلقي للطابة كمان تماماً بتلعب دور، بيضل مشدود عصبيا، أنه أعصابه ضلها تلفاني تعباني نتيجة أنه خوف من الخسارة. هلا بالنهاية ما في عمل، هيك طلع بالنتيجة ما في عمل، ما إله أضرار و يعني شغلات سلبية. تماما أكيد. كمان عن جد لفت لنا نظرنا إبراهيم لهي القصة، فكرة الشد العصبي والتوتر العصبي اللي هو يعني من أسوأ شيء ممكن أنه حالة يمر فيها الإنسان. صح. الله يبعده. أما هلأ إذا بدنا نحكي عن أول، فرح ننتقل لتنتين من رائدتي الفضاء اللي هن من فريق ناسا. هلأ هن دائما بيطلعوا بمهمات فضائية، ولكن هاي المهمة اللي بيميزها أنه كانت مهمة نسائية خالصة. وبتتذكروا أنا حكيت لكم قبل بمرة عن أنه قديه هي ممكن تكون ناجحة رائدة الفضاء أكثر من رائد الفضاء لمجموعة من الصفات الشخصية. صحيح. والفيزيولوجية وهيك. فأنا يبدو أنه حكمل لكم اليوم هاي اللي خلينا نحكي بهالمجال هاد تماما، وأكد لكم يا بالمجال التطبيقي والمثال يلي هو كريستينا كوتش وجيسيكا مير، تنتين رائدتي فضاء من فريق ناسا، طلعوا على سطح القمر بأول مهمة نسائية ما فيها عنصر يعني من رواد الفضاء الشباب، لحتى يستبدلوا قطعة هي يعني مثل معطلة بجهازهم يلي موجود على سطح القمر، يعني تحديدا وحدة تحكم بالطاقة. فكانت أول مرة بيطلعوا فيها رائدتين فضاء بمهمة خارج المكوك الفضائي مثل ما بسموه السير في الفضاء أو هيك. وهذا الشيء يعني كان كتير له أصداء كبيرة، خاصة أنه أول رائدة فضاء طلعت بهيك مهمة هي الروسية سيفتلانا سافيتسكايا. برافو عليك يا صبا، قلتي الاسم. عم بتحصن بالاسم، خاصة أنها هي بسنة 84 طلعت على الفضاء الخارجي بمهمة منفردة، وهلأ صار في أول مهمة نسائية خالصة بالفضاء الخارجي. تمام، يعني هدول الفضائيتين هن من فضائيتين رائدتين الفضاء من أمريكا ما؟ لكن بيشتغلوا بناسا. أنا مرة قريت معلومة إنه هن يعني أغلب رائدات الفضاء هن من الولايات المتحدة، فشي حلو. صحيح. هلأ هو حلو أي مشاركة يعني سواء كانت صبايا أو شباب، بس أنا لفت نظري إنها هي أول مرة. أما كمان لما بدنا نحكي عن أول مرة، فهي أول مرة بيكتشفوا فيها العلماء والأطباء وجود خلايا شحمية أو خلايا دهنية ضمن نسيج الرئة. هلأ هاي الفكرة هي بتدعم إنه الأشخاص اللي هنا عندهم زيادة وزن ممكن يكونوا أكثر عرضة لأنه ينصابوا بالربو، أو حتى حالة الربو إذا هي موجودة عندهم تشتد، لأنه يعني وقت بدها ترسب هالخلايا الدهنية هي ضمن خلينا نقول الرئة أو حتى ضمن المجاري التنفسية، فأكيد هي حتخليها تضيق أكثر. فهذا الشيء بيؤدي لأنه إذا كانت المشكلة الربو يلي هي أصلا تضيق بالقصبات والمجاري الهوائية عم يعاني منه الشخص، بتزيد أو بتزيد احتمال إنه هو يصير مريض بالربو. طبعا هذا الشيء صار بأستراليا وتحديدا بضمن مجموعة بحثية بجامعة ويسترن على يد بيتر نوبل يلي هو كان المسؤول عن هالبحث. ويلي قال بأنه أيضا في عامل تاني هو ما بس وجود هالخلايا الشحمية، أيضا الضغط اللي عم يعملوا زيادة الوزن على الرئتين والمجاري التنفسية. فلهيك المفروض أنه بهاي الحالة موضوع زيادة الوزن يكون في كنترول عليه. أوكي. إضافة لأنه الدراسة حتستكمل بالوقت المقبل لحتى تشوف أنه يا ترى إذا نزل وزنه ممكن هذا الشيء يعمل مفعول عكسي، يعني ممكن تتحسن حالته لمريض الربو.
لا ممكن ايه، لانه بشكل عام الدهون الزائده بالجسم مثل ما ذكرتي بتعمل ضغط على الشرايين والاعصاب وايضا على القلب وممكن على الرئتين يعني. صحيح. اكيد طبعا، يعني حتى بتلاقي انه اذا عم يطلع على درج او عم يعمل اي شيء مجهد شوي فورا نفسه بيتردد لانه هو ما عنه مرتاح. 100% وكمان انا بعرف انه بالاماكن المغلقه والدخان السيارات والدخان حتى ممكن بيضيق نفسه فورا. طبعا واللي هو تقريبا بيختصر اللايف ستايل اللي نحن عايشين فيها، يعني فيها كثير تلوث فيها كثير جهد فلازم ينزل وزنه. وهي كانت طبعاً. كل الاخبار لليوم. شكراً كثير لك. شكراً كثير لك يا صبا، دائما تجيبي لنا اخبار ودراسات نحن من المهم انه نحن نطلع عليها ومشاهدينا يعرفونا ايضا. اكيد نتشكرك جزيل الشكر يا صبا، واهلا وسهلا فيك دائما ناطرينك بحلقات مقبله كمان. اما هلا فرح بدي اقول لك يعني انه في اشخاص كثير معروفين انهم بيحبوا اكلات اللي فيها زيت مثلا اكثر ما يحبوا الاكلات اللي فيها السمنه، وهدول غالبا بيكونوا نباتيين. صحيح إبراهيم، وخلينا نحكي عن أكلات الزيت والسمنة، مشجولين ضمن تحدي الأربعة آلاف يلي معودتنا عليه كل أسبوع. نزلت هي على السوق وقررت تجرب التحدي من ذات نفسها يعني، واشترت غراض ولنشوف إذا زاد معها شيء من الأربعة آلاف ليرة. تمام، إذا شو هي طبختنا لليوم وهل كسبت مشجولين التحدي؟ راح نتابع هذا الشيء بفقرة خبز وملح. مثل كل مرة بخبز وملح، مبلغ الأربعة آلاف ليرة بنحكي عنه عن إنه هو مبلغ ممكن يعمل طبخة منيحة عند عائلة وممكن ما يعمل شيء عند عائلة تانية. لهيك نحن وياكم اليوم رح ننزل على السوق لحالنا بدون ما يكون معنا لا ست بيت ولا حتى سيد بيت، نازلين نحن اللي نطبخ ونحن اللي نجيب الأغراض لنشوف شو ممكن نعمل. أنا اليوم قررت أعمل لوبيا ونجيب كل أغراض اللوبيا لنشوف اليوم شو سعرها وقديش أسعار الأغراض اللي ممكن يجوا معاها من كزبرة من ثوم بندورة خيار فلفل بدون حط حدا لنشوف. تفضلوا معنا وعلى السوق. أول شيء رح ناخد اللوبيا. اللوبيا بهذا الوقت العالم تاخدها للمونة كرمال تأكلها بالشتوية، فأنا بأي وقت أساساً بحب اللوبيا، وعموماً أكلات الزيت أكلات صحية يعني وظريفة وغير هيك رخيصة. فأول شيء رح أبدأ أخد اللوبيا. أدي كيلو اللوبيا؟ 500 كيلو. أوكي رح ناخد كيلو لطبختنا. طبعا هالاكله لا تحلو ولا تطيب نهائيا الا بالكزبره وبالثوم. هلا نحن اول شيء عندنا نوعين من الثوم، عندنا الثوم البلدي وعندنا الثوم الصيني بيسموه صح؟ اي تمام، الثوم الصيني بس النكهه الاذكى وما بعرف انا بحبه اكثر اللي هو الثوم البلدي، ففينا ناخذه نحن مقشر حيوفر علينا كثير. رح ناخذ كيس مقشر بعد اذنك تحط لنا اياه، وكمان رح ناخذ جرستين كزبره. جرستين الكزبرة وكيس الثوم وغراض طبختنا تقريبا خالصين، بس رح ناخد قرنين فلفل معنا. هيك غراض طبختنا حتكون جاهزة، حنزين ونشوف قديش تكلي. تفضلوا. ألف وأربعمائة ليرة نحن طبختنا جاهزة، باقي بس موضوع الزيت، والزيت موجود بالحالة الطبيعية بقلب أي بيت سوري. هيك نحن هلأ حناخد غراضنا نقطعهم ونبلش طبختنا لليوم. تفضلوا معنا. وصلنا هلأ على المطبخ وقطعت الكزبرة وغسلت الخضرة وقطعت جزء من اللوبيا وباقي لسه شوي، فهلأ أنا رح كفي تقطيعهم ورح حط الزيت ورح حط الثوم. الثوم في ناس بتحب انه ينحط اخر شيء وفي ناس بتحب انه الثوم يتقلى مع الزيت، فانا بفضل اني احط شوي مع الزيت اول شيء قليهم واخر شيء حطهم كمان مع الكزبره على البارد يكونوا مدقوقين بدون ما ينطبخوا يعني تضل نكهه الثوم الني. فهلا رح نقطع الاغراض، حتشوفوا خطوات واحده بوحده ورح تشوفوا كل شيء، اذا عندنا ملاحظات او عندنا حكي او عندنا شيء له علاقه بتجربتي لليوم رح احكيها. اوكي خليكم معنا. طبعا من حلاوة تصرفات الأمهات إنه هنا بيحطونا علبة زيت مازولا بس بيكون المضمون بلدي. مثل ما قلت لكم رح أحط سمنة ثوم. هلا رح نحط اللوبيا.
طبعا من ابرز النصائح اللي بتتقدم وقت طبخ الزيت هو انه ما يتحمس الزيت البلدي، لانه الزيت البلدي متى ما تحمى صار مأكسد كثير. لهيك نحن بدنا نحاول قدر الامكان انه ما نحميه، ولهيك بعض دكاترة التغذية بفضلوا اكل السمنة عن اكل الزيت، لانه اكل الزيت دائما الناس بتحميه وهذا خطأ شائع. هلا اللوبيا نزلناها، في سر كثير مهم لما نحن نطبخ اكلات الزيت، خصوصا لما نحن بدنا نهبل الخضره، نهبلها يعني نحمصها، ما بعرف شو المصطلح يعني، انه نحط لها رشه ملح ورشه سكر وتخليها قطرة، والخضره بتصير عم تقرش اكثر وبتضل نكهتها الحلوه فيها. والحركه البهلوانيه اللي دائما ستات البيوت بيعرفوا يعملوها، ما بعرف اذا انا بعرف اعملها، يا بكب نص الطبخه يا لا. هلا بس رح نحط شويه مي، والافضل انه ما نغطيها للوبيا حتى ما يغمق لونه، بس اذا بدنا اياها تستوي بشكل سريع فنحن فينا نغطيها. على كل الاحوال نحن حنحط لها المي ونتركها تستوي على مهلها. هلا دقينا الثوم وخلصنا دق الثوم، رح نحط الثوم والكزبره مع اللوبيا بعد ما استوت. طبعا بنحاول ما نكتر ملح للوبيا، لانه من الاساس الثوم فيه ملح كرمال يدوب. طبعا معلومه عن الملح انه نحن اذا بدنا اياه يدوب على الاخر ويصير مثل الكريمه فنحن نحط له الملح، حتى اذا بدنا اياه ما يضل عم هيك يفرقع يمين ويسار. فحطينا الثوم، حنحط الكزبره، اللوبيا بعد ما نزلنا الثوم والكزبرة وخليناها تتقلى شوي، هلا صار فينا نسكبها. طبعا خليني اقول لكم شغله، انه نحن فينا اذا لقينا الاكل ناقصه زيت فينا نضيف لها زيت على البارد يعني، او فينا نضيف لها زيت بعد ما تكون استوت وخلصت، فنحن عنا الحريه نعمل اللي بدنا اياه. فهلا انا راح اسكبها، وتركت شويه كزبره كرمال كمان حطهم على الوش عشان تكون طبختنا صارت جاهزه. طبعا اللوبيا البلديه بتستوي دغري يعني ما بتاخذ وقت زياده اساسا، هي من الأكلات تعتبر الاقتصادية، بس على حسب إذا الواحد بيحب أكلات الزيت أو ما بيحبها. وكسبت التحدي لليوم، وكمان مو بس كسبته، كسبته وزاد عندي غراض خضرة، خيار، بندورة، فليفلة، وزاد عندي شوية كزبرة، وزاد عندي توم يلي هو أهم شيء كونه عناصره الغذائية والصحية، هو كتير صحي أساساً التوم البلدي. لهيك هلأ أنا فيني أقولكم أني كسبت التحدي وزاد عندي غراض وطبختي طيبة كتير وصحية وموسمية وبوقتها. هلأ رح أرجع لاستديو دامسكو، وخلينك هلأ إلي أنا، باي. أكلة اللوبيا بصراحة كتير يعني في ناس بتحبها وفي ناس لا، بس أنا كتير بحب اللوبيا خصوصي مع الكزبرة والثوم الزايد، وأهم شيء مثل ما ذكرت مجدولين أنه ما يتحمى الزيت مشان ما يفقد عناصره الغذائية، ما يتحمى كتير طبعا. أكيد إبراهيم، بس أنا ما كتير بوافقك الرأي، أنا ما كتير بحب اللوبيا، بس أحيانا بضطر ناكلها لحتى نحصل على خلينا نقول عناصر الغذائية، لأنه مو معقول الواحد يقضيها لحمة وسمنة، فحتى لازم نكسر شوي وناكل أكلات الزيت والخضار 100%. طيب خلينا نغير الموضوع فرح ونحكي عن موضوع تاني كتير مهم، هو موضوع علاقات الزملاء بالعمل، وأيضا علاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم مع مرؤوسهم، خصوصي إنه نحن عم نقضي كتير وقت يعني برا البيت، ممكن نتعامل مع زملائنا بالعمل أكثر ما نتعامل مع أهلينا. أكيد إبراهيم، وأيضا ممكن نحن نتعرض لضغوطات بالعمل بسبب هاي العلاقات الإنسانية، فمو بالضرورة يكون الضغط بس من الناحية المادية، فكيف فينا نتعامل مع زملائنا بطريقة خلينا نقول صحية وسليمة، وأيضا كيف نقدر نتخلص من الأجواء السلبية إذا كانت موجودة بالعمل، وهل أهم سؤال هذا بالنسبة لي، هل يعتبر كمية العلاقات الاجتماعية هي معيار أساسي لنجاح الشخص بالعمل؟ هاي الأسئلة كلياتها فرح اللي عم تسأليها أكيد رح نتعرف على إجاباتها وعلى تفاصيل أكثر وبعض النصائح والإرشادات بهذا الإطار من خلال استضافتنا لليوم للأخصائية الاجتماعية الأستاذة سمر أيوب. من أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. كيف الصحة؟ تمام الحمد لله. تمام يا أهلا وسهلا. قبل ما نبلش حديثنا ونصائحك عن هذا الموضوع، نحن نزلنا على الشارع، كاميرا دامسكو طبعا، واستطلعت رأي الناس عن بيئة العمل يلي هنن بيشتغلوا فيها، هل هي إيجابية أم سلبية؟ فكانت الأجوبة على الشكل التالي، منتابعها. ب
بالبدايه بدها تكون بيئه سلبيه اجباري، لانه الواحد ما انه متاقلم مع هيك بيئه، او بيكون شخص عادي ما انه مشتغل بهيك هيئه او بهيك شركه، بس بعدين بده يتاقلم مع اي ظرف، بده يتماشى، بده يتماشى مع الظروف اللي بده يمر فيها اجباري الواحد. هلا هذا الشيء يتوقف عن طبيعه الشغل، يعني ما فيك تعممي. يعني نوعا ما في شغلات ايجابيه في شغلات سلبيه بتكون، يعني بشغله الدوام اكيد لا السلبي اكثر من الايجابي. مع تطبيق العمل وسير العمل وانجاز العمل يكون في مرونه ومكافاه، هذا بيجعل طاقه ايجابيه بالانتاجيه وطاقه ايجابيه بجو العمل اللي بيكون ضمن المؤسسه. يعني الانطباع الاول بيهمك لما تتعاملي مع العالم، او ممكن تغيري ما تهتمي له؟ لا اكيد الانطباع الاول هو اهم شيء، يعني بتاخذي اول شيء النظره، بتكون هي النظره الاصح للشخص. هو الانطباع الاول اللي بيضل محفور بالذهن دائما، التقييم الاول. لا هلا الانطباع الاول اللي باخده انا عن الشخص بيهمني اجباري، مو دائما بيكون صح، يعني حسب ما بعاشر الشخص باخذ بعدين الانطباع الاخير عنه. هلا انا بالنسبه لي الانطباع الاول دائما بيكون ايجابي لكل الناس. يعني مثل ما شفنا الآراء خلينا نقول ما كانت كتير صريحة، لأنه كل العالم بتخاف من المدراء أنه يشوفون ويطقوهم مرغي مثل ما منقول يعني، بس بكل الأحوال نحن حنسأل أسئلتنا يلي هي موجودة بكل عمل وبكل بيئة، ويعني أغلبنا بيعاني منها. خلينا أول شيء نبدأ بالانطباع الأول. نحن بنعرف قديشه يعني الانطباع الأول مهم باللقاءات الحاسمة مثل لقاءات العمل، وما في إنسان ما بياخد انطباع أول عن الشخص اللي مقابله سواء بوعي أو من وعي. فخلينا نعرف شو الإجراءات اللي ممكن الشخص يعملها أثناء ذهابه للعمل لحتى يكون انطباع مميز ومؤثر. تمام. هلا أول شيء للحقيقة بأي شخص، يعني أي شخص بيروح على العمل لأول مرة بيكون في عنده هذا الخوف أو التردد أو خليني أقول الانتظار، وشو ممكن يكون مقابله أو شو مين ممكن يقابل. أول شيء وأهم شيء هو يعرف هو لوين رايح، سواء شركة أو مؤسسة، شو مجال هي الشركة تمام. أو المؤسسة ومين رح يقابل. هذا الشيء للحقيقة بيروح أكثر من 50% من هذا الخوف أو الستريس. لهيك مهم يعرف الشخص اللي هو رح قابله كمنصب وظيفي، وبنفس الوقت يكون أخذ استعدادات مناسبة. يعني إذا نحن عم نحكي هو رايح لأول مرة، فاللبس والشكل العام كتير مهم. يتمتع شوي خليني أقول بالرسمية لحتى أكثر يظهر بمظهر رسمي، لأنه بعتقد أي مكان أو أي شركة أو حتى أي مؤسسة هي بحاجة شخص بتشوفه لأول مرة بشكله الرسمي. أكيد يعني مثلا مو بجامعة رياضة أو شيء ما يكون مناسب. الشيء الثاني اللي كتير مهم اللي هو إظهار الثقة. أي مدير بالشغل بحاجة موظفين عم يظهروا ثقة كثير عالية بنفسهم، وبالتالي هذا الشيء أكيد راح ينعكس على العمل وعلى أدائهم وعلى الإنتاج بشكل عام. بالإضافة إذا عم نحكي نحن هو راح مستعد واثق من نفسه، بعض خليني أقول الإيماءات المناسبة اللي ممكن تكون ابتسامة بسيطة بحيث أنه هذا الشخص يظهر الودية، لأنه مو معقول يروح وهو مكشر عابس. يعني أكيد يعني هذا مباشرة رح يتكون انطباع سلبي عنه. فممكن يكون ابتسامة بسيطة وبنفس الوقت يكون في ودية وأريحية بالكلام. بالإضافة دائما بنقول الجواب على قد السؤال، يعني بدون أي استفاضة بشكل شخصي عن حاله. ممكن ينسأل أسئلة شخصية عن حاله، مهم أنه هو يجاوب بما يتطلب هذا العمل. بدون نحن هون ما عم نبني صداقة، يعني أنا لما أسألك عن إخواتك وعن أهلك هون نحن ما عم نبني صداقة وجي أقول تفاصيل، والله مثلا الوالدة هيك 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 عندها تفاصيل، ما في أي داعي. أكيد عم ينسأل بما يخص بالعمل نفسه ومتطلبات هذا العمل. طيب كتير حلو. بعد ما نشكل الانطباع الأول بالنسبة للزملاء، طيب شو هي المهارات العملية يلي ممكن إنه الواحد يتبعها لحتى يكون علاقة إيجابية وصحية بين زملائه طبعا وتدوم لفترة طويلة؟ تمام. أول وأهم مهارة أنا بشوفها هي المرونة. يكون الشخص قادر على أنه يتمتع بمرونة كتير عالية بالتعامل مع الآخرين. اللي بنتطرق او يعني بنجي من خلالها لحل المشكلات، مهارة حل المشكلات، يكون قادر على انه هو يحل مشكلاته الشخصية بدون ما يأثر هذا الشيء على أدائه بالعمل، وبنفس الوقت في حال حدوث اي خلاف بينه وبين الآخرين هو اكيد بيكون قادر على انه يحل هذا الخلاف. والشيء الثاني اللي بشوفه جدا مهم اللي هو النقد البناء. اذا في حال انطلب تقرير او اي شيء بما يخص العمل، مهم انه في حال
ما صار مثل ما لازم او المهمه ما تمت بشكل المناسب، يكون في نقد بناء اللي هو عم يبني اكثر من ما يهد. لانه هذا الشيء اكيد رح ياثر على خليني اقول جو العمل بشكل عام. لما يكون في مشاحنات او حتى خليني اقول الطلبات تكون بطريقه أوامر وليس طلب، وفيما بعد لما يجي مثلا الشغل أو الإنجاز كمان يكون في عليه نقد بناء إذا في حال كان بيطلب أي تعديل أو تغيير. خلينا نحكي على يعني من المشاحنات والسلبيات، احيانا بيكون جو العمل مشحون سواء من الزملاء سواء من المدير، يعني في اكثر من سبب. نحن من دون ما نحدد الاسباب فينا نلاقي طريقه نحن نقدر نتخلص من هالسلبيه؟ تمام. هلا للحقيقه هذا الموضوع هو يمكن يعني هذا اكثر سبب الاشخاص ما جاوبوا بطريقه كثير صريحه عليه. للحقيقه هذا الموضوع كثير حساس بالنسبه للاشخاص وبيختلف من شخص لشخص. كيف؟ لانه بالنسبه لنا العمل بيحقق عنا اكثر من حاجه من احتياجات الشخص. صحيح. حسب خليني اقول هرم ماسلو، في عنا اول شيء الاحتياجات الفيزيولوجيه اللي هي من الاكل من الشرب غذاء كساء، تقريبا معظم الناس هي عم تشتغل لتلبيه هي الاحتياجات. بس وقت نطلع اكثر بدرجات الهرم بنشوف اكثر حاجه تقدير الذات وحاجه النهائيه اللي هي تحقيق الذات. نعم. ففي اشخاص ممكن يكون بالنسبه لهم العمل هو اكثر بيصب بتحقيق وتقدير الذات، لهيك بنلاقيهم حساسين كثير لاي امر ممكن هو يمرق معهم سواء سلبي او شيء ما كان مناسب بالنسبه له او غير متوقع بالنسبه له. لهيك بنشوف كثير في اشخاص ممكن انه يستغنوا او يتركوا هذا العمل بس لانه هو في عنده هي الحاجه. صحيح. اللي هو ملاقيها هو يعني اهم حاجه بالنسبه له ما تحققت. ولكن وقت نرجع للحاجات الفيزيولوجيه بنلاقي الاشخاص بيحاولوا اكثر انه يحافظوا على شغلهم ويحافظوا على جو مناسب من شغلهم. نعم. اطول فتره ممكنه، ممكن يكون باي فرصه ثانيه يعني يطلعوا من هذا الشغل. بس بشوف كثير مهم انه المرونه بحد ذاتها لحتى نقدر نتخلص من هذا الجو المشحون او السلبيه. في اشخاص بيلاقوا اليات تكيف سلبيه للحقيقه اذا نحن بدنا نكون كثير واقعيين، مثل محاباه المدير. يعني انا شايف جو سلبي كثير كبير فانا بحابي للمدير بقدر احصل على اللي بدي اياه. هي بنسميها اليات تكيف سلبيه ما لها ايجابيه. بالاضافه ممكن يكون في اليات تكيف ايجابيه اذا نحن عم نحكي عن تدريب اكثر، تطوير مهارات اكثر، بحيث انه يكون قادر انه هو يقوم بمهامه بطريقه افضل. طيب استاذه سمر، هل تقاس العلاقات الاجتماعيه بمقاييس كميه، يعني مثل بكميه الناس او الاشخاص اللي انا بعرفهم؟ هلا للحقيقه يعني هذا ماله معيار. يعني ما فيني اقول انا عندي علاقات كثير فانا قادر على اني انجز مثلا مهماتي او انجز العمل مثل ما هو مطلوب مني، وبنفس الوقت العكس ليس صحيح. يعني انا ما فيني اعتمد على العلاقات بالعمل لانه بالنهايه اكيد في معايير عم يمشي عليها بالشركه او المؤسسه اللي انا فيها، وبنفس الوقت العلاقات هي كثير مهمه لانه يمكن بتفتح لنا مجالات اكثر، بتفتح لنا فرص بنتعلم من خلالها، يعني بيكون في تبادل خبرات من خلال هي العلاقات. فانا بشوف انه هي شيء كثير مهم وبنفس الوقت ما له معيار كمي، يعني هو معيار كيفي وبالاضافه كمي، وبنفس الوقت مضبوط ضمن ضابط او منظومه عم يعيشوا فيها ضمن بيئه العمل. لأن نحن دائما بنقضي ساعات مثل ما قال إبراهيم أكثر بالعمل من الخارج ومع رفقاتنا، فمو بس بتنشأ مثلا علاقة بس بالشغل، لا هذا الشيء يعني بيمتد لحتى يكون في أحيانا علاقة خاصة، فبيصير هون في تجاوز للعلاقات الاجتماعية وبيصير أحيانا عند الأشخاص خلط، ما بيعودوا بيعرفوا بين العلاقات الشخصية وعلاقات العمل، بفوتوا كلياتهم ببعضهم. هذا الشيء منتشر للأسف عنا بالمجتمع العربي. هل هذا الشيء صحيح؟ هو شو الحل وشو يعني خلينا نقول الوقايه انه نحن شو لازم نعمل والستبس لتعاملها لحتى ما نوصل لهي المرحله؟ تمام. للحقيقه ممكن كثير نحن نبني علاقات اجتماعيه وصداقات خلال بيئه العمل، ولكن كثير مهم مرحله يعني بمرحله ما يكون في هذا التوازن. لانه ممكن يكون العلاقات الشخصيه او الصداقات وتصير مثل ما بنقول فيها يعني مثل ما بنقول بالعامي انه المونه الزايده، ممكن يصير في تداخل بمهام العمل نفسها او حتى صراع. يعني انا بعد ما شكلت وكونت هي الصداقات ترجع هي الصداقات يمكن اخسرها وحس انه انا مو بس خسرت يمكن جزء او شيء من هذا العمل، لا حتى خسرت صديق. لهيك مرحله التوازن كثير مهمه. وبرجع بقول يمكن تحديد الادوار هو ضمن اي شغل او اي عمل له كثير دور كبير، لانه مهم يعرف كل شخص دوره، وين حدوده، وين بتنتهي هي الحدود، ما يكون في تضارب بهي الادوار. وبنفس الوقت لما يكون في علاقات شخصية يفضل انه خليني اقول يعني
نمارس طقوس هاي العلاقات خارج بيئة العمل وليس ضمن بيئة العمل. يعني إذا في مثلا فنجان قهوة حابين نشربه صبحية حابين نعملها، كثير مهم إنه ما يكون ضمن بيئة العمل، لأنه بعتقد إنه هذا الشيء رح يأثر. وغالبا سياسة أي إدارة هي فرق تسد، يعني ما كثير بيكونوا مسرورين إنه يكون في هاي العلاقة الكثير قوية. ممكن آخر شيء يقلبوا على المدير مثلا، أو ما ينجز الشغل مثل ما لازم. لهيك كثير مهم يعني مرحلة التوازن بأي علاقة، سواء كان ضمن العمل نفسه أو حتى بعلاقته الشخصية مع الآخرين. تماما، يعني هي خلينا نقول العلاقات الخاصة بالعمل والشخصية ممنوعة أو مرفوضة أو غير محبب فيها، خليني أقول طقوسها غير محببة أكثر. بس خارج إطار العمل ممكن تكون أكيد موجودة بيوم العطلة مثلا. أكيد أو على السهرة، يعني هني أحرار بهذا الشيء. شكرا كثير لك استاذه على المعلومات والنصائح اللي اعطيتينا اياها، واكيد بانتظار لقاءات ثانيه معك بمواضيع مختلفه. استاذه سمر ايوب، انا بدي اتشكرك جزيل الشكر، بس قبل ما نودعك حابب اسالك سؤال خارج اطار موضوعنا. يا ترى بدي اسالك، حضرتك ماجستير بعلم الاجتماع وايضا حضرتك الدكتوره، بس في سؤال، يا ترى برايك الخفاش بيشوف او اعمى؟ هل هو اعمى ام بيشوف؟ هلا انا بعرف انه تم اثبات انه هو بيشوف اخر شيء، بس يمكن مستوى الرؤيه بيختلف عن الحيوانات الاخرى او عن الشيء او مفهوم الرؤيه اللي نحن بنعرفه. انا هي معلوماتي يمكن بحاجه انه نصححها او نعرفها اكثر معكم. اكيد نتشكرك، اخر شيء رح نصلحها اكيد طبعا. ورح تشوفي معنا فقره اللي لقلك مشاهدينا، رح تصحح لنا هاي المعلومه، هل هي صحيحه مثل ما قالت ضيفتنا لليوم الاستاذ سمر ايوب ام في اجوبه اخرى؟ رح نشوف هلا الشارع السوري شو قال كمان رايه بهي المعلومه، وبالاخير نعطيكم المعلومه الصح. منتابع سوا باللي لقلك. بالنسبة للخفاش، هل هو أعمى؟ هيك بيقولوا إنه هو ما بيشوف وبيطلع بالليل وهيك شيء، يعني ما بيطلع بالضوء. أعمى أعمى، مو معاشر حيوانات كتير. قارين إنه الخفاش أعمى. أعمى لا، بيشوف، بيشوف بالليل، أعمى بالصبح. هو أعمى أعمى إيه؟ لك يمكن إنه مو أعمى، أعمى تام. لا هو المعروف إنه أعمى بس مو أعمى هو. يمكن بيشوف بظروف الإضاءة القليلة يمكن، بس ما بيشوف. ولا ما بيشوف أعمى بالنسبة كثير قليلة. أعمى خفاش يعني في شيء ما بيشوف؟ لا الخفاش بيشوف. شلون ما بيشوف؟ إيه أعمى أعمى. ما بعرف، لا بيقول بشوف بالليل بس. لا أعمى طبعاً، أعمى خفاش بيشوف بس ما بيشوف إلا بالليل. لا أعمى هو. أعمى. هلا بيقولوا إنه أعمى بس أنا ما بظن، ما بعرف. أعمى. فكري شوي تاني. طب بشوف كيف بشوف بالعتمة برأيك؟ والله مثل ما احنا بنشوف هو بيشوف. بيعتمد بحركته على الأمواج اللي بصدرها، بيتحرك عن طريق الذبذبات حسب سمعه، حسب الموجات الصوتية. والله ما بعرف، بيعتمد على السمع، حاسة السمع عنده قوية، بيعتمد على الثقة يعني. بيتحرك عن طريق الصوت أو عن، مو عن طريق الصوت كمان، عن طريق مجال هو، حسب ترددات الهواء. مثل السونار بيشتغل، بيعتمد على سمعه أكتر، بس إنه تردداته بيشوف شوي كمان فان. يعني نظره ضعيف. أي ضعيف. إذا حط نظارات بيمشي الحال؟ ما بعرف. طلع شيء هيك امواج اصوات، والله علمي علمك عامل لك مو معاشروني. بس كيف هو بالاصوات؟ انه اصوات تحت الصوتيه فوق الصوتيه نسيت، بس يعني انه بالاصوات عارف انه بيصدر ترددات صوتيه او امواج وبتضرب الحشره وبترجع له. بيطير وبياخذ الذبذبات. هو يمكن انه كمان بيستخدم حواس يعني ثانيه مثل السمع. عنده حاسه غير احنا عندنا اياها، عنده حاسه بس يجي ده ينصدم بالشيء فبحس انه حينصدم فبغير اتجاهه. هي خرافه انه الكل بيعرف انه بس مو اعمى. يعتقد الكثيرون ان الخفاش او المعروف بالوطواط هو اعمى، او ان الخفاش ليس له عيون مبصره، ولكن هذا اعتقاد مخطئ، لان الحاسه الاساسيه اللي بيستعملها الخفاش لتحديد مواقع الاشياء هي السونار الحيوي، وهي القدره على اصدار اصوات ترتد بما يعرف صدى الصوت، لتخبر الخفاش عن وجود عوائق في الطريق وعلى أي مسافات توجد. إلا أن الخفاش له عيون ويستطيع رؤية الأشياء، إلا أنه ليست الحاسة الأساسية لديه في الطرق والتعرف إلى الأشياء. الخفافيش ليست عمياء كما أشيع عنها، فجميع أنواع الخفافيش لديها عيون وتستطيع أن ترى، ولكن على الرغم من ذلك فإن معظم الخفافيش تعتمد على الصوت أو الرائحة للعثور على الغذاء.
يعني بصراحة أكثر شيء أنا بحب، يعني ليش بحب الخفاش؟ لأنه لما أنا كنت صغير كنت أحب أكثر شيء الباتمان. كان عندي إيه، كنت أحب إنه أتفرج على أفلام الكرتون، بس فعليا يعني في كتير معلومات خاطئة يعني ممكن العالم تفكرها صحيحة، فنحن بإيدي لإلك عم نتولى مهمة تصحيح هي المعلومات. صحيح إبراهيم، وفي معلومة كمان قريتها وحابة أقول لك إياها وأقول لمشاهدينا أنه الخفاش يعني قاتل جيد لبعض أنواع الحشرات مثل البعوض مثلا، فبيقدر الخفاش الواحد خلال 30 دقيقة يصطاد 600 حشرة أي ما يعادل ربع وزنه. حلو كتير، يعني طلع فيه له فوائد كتير الخفاش أكيد. مو بس بيعيش بالكهف وبيطلع قبل المغرب بشوي، معلومة كتير مهمة. شكرا لك فرح، وبدي خبرك وخبر السادة المشاهدين أنه للأسف وقت حل اتنا شارف على الانتهاء، بس اكيد موعدنا متجدده بالحلقات المقبله اكيد. ولا تنسوا تتابعونا مشاهدينا لكل حدا فاتته الحلقه انه يشوفها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. لقائنا متجدد معكم، خلوكم معنا على طول، تبقوا بكل الخير، الى اللقاء.